مساء الخير استاذ محمد. احنا دلوقتي من داخل معهد مبارك محمد علي الابتدائي الازهري التابع لمركز انا الدائره الاولى. طبعا زي ما احنا شايفين انتهت ساعه الراحه منذ قليل، من حوالي نصف ساعه تقريبا. يمكن عدد الناخبين او الاقبال على اللجنه بدا طبعا زي ما احنا عارفين في صعيد مصر درجه الحراره بدا العزوف الناخبين بشكل ملحوظ اكتر، يعني اللجنه تكاد تكون خاويه في فتره درجه الحراره او في فتره سطوع الشمس. يمكن في جوله الاعاده مش درجه الحراره بس المتسببه في ضعف الاقبال على اللجان على مستوى المحافظه ككل، ولكن يمكن في جوله الاعاده لان طبعا في عدد كبير من المرشحين تم خروجهم من الجوله الاولى من المرحلة الأولى، فده طبعا كان بيؤدي لعزوف عدد من الناخبين اللي كانوا بينتخبوا المرشحين اللي تم استبعادهم من المرحلة الأولى وأصبحوا لا يصوتوا في مرحلة الإعادة لأن مرشحهم تم خروجه من السباق الانتخابي. يمكن الإقبال بالأمس في اللجنة اللي احنا متواجدين فيها كان اقترب من 20% تقريبا، يمكن دي من اللجان الأكثر ازدحاما في المحافظة في محافظة قنا، ولكن ده لم يغير من وضع الإقبال على مستوى المحافظة ككل. الإقبال طبعا زي ما احنا شايفين ضعيف إلى حد كبير، يعني حتى الآن احنا في انتظار انكسار درجة الحرارة وانكسار الشمس حتى يعود الناخبين للإقبال والتصويت مرة أخرى على اللجان. وعودة إلى الاستوديو مرة أخرى.